بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان الأعطران على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا ما بقي من شهر رمضان، اللهم اجعلنا فيه عندك من المقبولين، لا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، عد علينا بعوائد فضلك وجودك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بفضلك من عتقاء النار برحمتك يا عزيز يا غفار. يا رب، هذا أوان عطائك، وأنت رب العالمين، أكرمت هذه الأمة بكرامة هذا الشهر المبارك. يا رب، خصنا فيه بما خصصت به أولياءك وأحبابك وخاصتك من أهلك، أكرمنا بما أكرمتهم، وأسعدنا كما أسعدتهم، واملأ قلوبنا بالنور، املأها بالأمل، املأها باليقين، املأها بحال الصالحين، اجعلنا من أهل الإقبال عليك حبا وقربا إليك. يا رب، هذا أوان الموعد الذي تتجلى فيه على عبادك الصالحين، يا رب اجعلنا منهم. يا رب، أكرمنا بأن تتجلى علينا التجلي الأعظم، أكرمنا بذلك بجودك لا باستعدادنا، بفضلك لا باستحقاقنا، فإنا واثقون بأنك أنت الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أما بعد أيها الإخوة، ونحن على مشارف العشر الأخير من هذا الشهر المبارك، العشر الأخير، عشر العتق من النار، عشر العطاء الإلهي الذي لا يقادر قدره. معلوم لدى حضراتكم أن شهر رمضان هو خصيصة الله، هو اصطفاء الله من بين الشهور، والعشر الأخير هو اصطفاء الله من شهر رمضان، وليلة القدر اصطفاء الله من يعني هذا العشر الأخير. ففيه في هذا العشر ليلة هي أغلى من ليالي الزمان، أفضل ليالي الزمان، أعظم ما يمكن أن تشرق فيه شمس وتغرب فيه شمس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سيكون في هذا العشر المبارك، عشر عزيز، عشر كريم، عشر فيه خير، فيه بر، فيه نور، فيه عطاء، فيه مغفرة، فيه عتق من النار، فيه إجابة للدعاء، فيه عطاء في الأعمار وعطاء في الأرزاق، وفيه ذلك المهرجان، المهرجان الأكبر الذي تشهده الأرض عندما تنزل الملائكة تترى، تتنزل حتى يملأ الله بهم الكون، كما يقول الراغب الأصفهاني، يقول: فتنزل الملائكة حتى تضيق بهم الدنيا، فيركب بعضهم ظهور بعض حتى يصل إلى السماء الدنيا. أي ليلة هذه؟ أي عشر هذا؟ هذا أيها الإخوة الذي كنا ننتظر من الحياة، ننتظر هذا الشهر، ومن هذا الشهر ننتظر هذا العشر، ومن هذا العشر ننتظر ليلة القدر.
عفوا منكم في هذه الصبيحة ونحن في عشر العتق من النار ثلاثة مواقف سريعة لن أطيل عليكم. الموقف الأول أيها السادة، باقي في هذا العشر تسعة أيام كثيرة. لا تقولوا ذهب رمضان، رمضان فيه خير، فيه أيام نستطيع أن نحصل فيه خيراً كبيراً. اليائسون البائسون أصحاب الهمم الضعيفة يقول انتهى رمضان، رمضان لم ينتهي. لو كان في رمضان يوم فأنا أؤمل وأنتم تؤملون أن يكون أغلى يوم في الحياة. نحن نملك الآن تسعة أيام كاملة من هذا الفجر إلى فجر ليلة العيد. نستطيع أيها السادة، أقول لكل الذين فاتهم أن يقيموا كل أهدافهم، أن يحققوا كل برامجهم، أن يقوموا بما عاهدوا الله عليه، نستطيع أن نحقق، نستطيع أن نلحق بالركب، نستطيع أن نتدارك ما فاتنا بهمة الرجال. يعني أنا ما أستطيع أن أتصور أن يمضي رمضان وبعضنا ما ختم ختمة قرآن. بعضنا الذين قرروا أن يكون لهم ختمتين أو ثلاثة، ما يزال في الوقت بقية، نستطيع أن نشمر عن ساعد الجد وساعد الاجتهاد وأن نغتنم الأوقات. أنا ما أقول لكم شيء، فقط اغتنموا أوقاتكم لا تضيعوها، وهذا أوان الجد. كنا نرى ونسمع عن خيل السبق، خيل السباق هذا التي تتسابق في المضمار، الخيل إذا شارفت على نهاية السباق فإنها تجد سيرها وعدوها وركضها حتى تبلغ المنازل الأولى. الخيل إذا أرادت أن تربح يكون اجتهادها في آخر الأمتار أعظم بكثير من اجتهادها في أول المضمار. الاجتهاد في آخر المضمار. المسلمين بالعكس، ماذا يفعل المسلمون؟ عندما يأتي رمضان تمتلئ المساجد، في اليوم الثالث من أيام رمضان تتناقص الصفوف، في اليوم الخامس تتناقص الصفوف، في نصف رمضان يذهب ثلث المسجد، في آخر رمضان ما عاد تجد إلا نصف المصلين الذين كانوا مجتهدين. وين الشباب؟ لا أقول وين الشباب، أقول وين أهل الإيمان؟ وين الراغبين بالجنة؟ أين هؤلاء الذين يطمحون أن يكونوا من عتقاء النار؟ نحن أيها الإخوة ينبغي أن نسمع كلام الله جل جلاله في علا، وهو يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. جنة كبيرة، حظ الإنسان فيها أكثر مما تتخيل، حظ الإنسان فيها أكثر مما تتصور. مما أسعد عندما أذكره من الحديث، حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، آخر أهل الجنة دخولا إليها. هذا آخر واحد يخرج من النار ويدخل إلى الجنة، ثم تغلق النار على أهلها من الكفار وتغلق الجنة على أهلها، ما عاد يدخلها أحد. إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، آخر أهل الجنة دخولا إليها. قال رجل يدخل الجنة حبوا على بطنه من شدة الضعف، محروق يعني من شدة الضعف، رجل يدخل الجنة حبوا على بطنه، فيقول له ربي تبارك وتعالى عبدي أدخل إلى الجنة. يذهب ليدخل إلى الجنة، يخيل إليه أنها ملأى، يرجع يقول يا رب وجدتها ملأى. يقول المولى عبدي أدخل إلى الجنة، يرجع ليدخل إلى الجنة يخيل إليه أنها ملأى، يرجع يقول يا رب وجدتها ملأى. يقول عبدي أدخل إلى الجنة، يرجع ثالثة من أجل أن يدخل الجنة
يخيل إليه أنها ملأة، يرجع يقول يا رب وجدتها ملأة. يقول المولى عبدي أتحب أترضى أن يكون ملكك في الجنة ملك ملك من ملوك الدنيا؟ العبد يقول أتهزأ بي يا رب، أتهزأ بي، أنا رضيان بالعتبة، أنا رضيان أن أدخل طرف الجنة. أحاديث كثيرة في هذا، قل يا رب فقط أظلني تحت ظل هذه الشجرة ولا أسألك شيئا بعدها. لما يدخل ظل الشجرة يقول عبدي قد فعلت. قال فيرى شجرة أكبر ظل، وافرة ووفيرة وظليلة وجميلة، يقول يا رب أظلني في ظل ظل تلك الشجرة. قل عبدي أما قلت أنك لن تطلب مني شيئا؟ هذا حديث آخر. قال عبدي أدخل إلى الجنة، يقول يا ربي وجدتها ملأ، يقول عبدي أترضى أن يكون ملكك في الجنة ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول يا رب أتهزأ بي؟ يقول عبدي أترضى أن يكون ملكك في الجنة ملك عشر ملوك من ملوك الدنيا؟ يقول يا ربي رضيت. يقول ولك مثله ومثله 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 ومثله. آخر واحد ملكه في الجنة قدر ملك 50 ملك من ملوك الدنيا. صحابة قالت يا رسول الله هذا آخرهم دخولا إليها، فكيف بأولهم؟ قال ذاك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما يقول لك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض يا ناس، والجنة بانتظاركم، ثم ترى أن المسلمين كسلانين وغير مهتمين وبالدنيا مشغولين. عم نحكي عن حالنا، عم نحكي عن حالنا، عم نوصف بلاءنا الذي أصاب قلوبنا. أنا بنظر لما بشوف المسلمين عند 8 ركعات كيف ينفرون من المسجد، ينفرون مثل نفرة عرفات، يكادون يصطرعون على الأبواب. يا جماعة وين رايحين؟ ألا تريدون جنة عرضها السماوات والأرض؟ الهمم هي التي تصنع الرجال. نحتاج إلى همم، نحتاج إلى طاعات، نحتاج إلى نوافل، نحتاج إلى قربات. ورمضان موسم مضاعفة العطايا الربانية إذا وفقنا إليها. وإنت تسأل إلى أين سيذهب هؤلاء؟ إلى ما هو خير مما هم فيه. يا شباب اللي بده جنة عرضها السماوات والأرض ينبغي أن يبذل من أجلها. ما نستطيع أن ندفع ثمن الجنة اللي عرضها السماوات والأرض إلا شيء واحد، شيء واحد، أن نري الله أننا نحبه. بتحبوا الله يا جماعة؟ نري الله أننا نحبه، نري الله أننا مقبلون عليه، نرغب فيما عنده، حابين الله يغفر لنا، حابين الله يعطينا. لذلك أمرنا أن نصف الأقدام بين يديه وقفنا، ما نريد أن نذهب إلى مكان آخر، نريد أن نقول لك يا رب نحن على بابك ما حنغادر، وأنت متجلي على عبادك بالنور، متجلي على عبادك بالخير، متجلي على عبادك بالعطاء. أهل القلوب يعرفون، لما تسمع عن الصحابة كانوا يعتمدون على لما يقفوا 20 ركعة، لما ربي سبحانه وتعالى ألهم سيدنا عمر أن يجمع الناس على سيدنا أبي بن كعب صاحب القرآن فيصلي صلاة التراويح، صلاة قيام رمضان 20 ركعة. قال أي 20 ركعة؟ 20 ركعة كانت تنتهي قبل السحر بقليل، ومن شدة القيام كانوا يعتمدون
على عصيهم حتى لا يسقطون. اللي بده جنة عرضها السماوات والأرض ما بيقول السلام عليكم ورحمة الله ثم ينفر من المسجد كأنما يهرب من خطر كبير. أهل القلوب يعرفون ماذا يدفعون. الله يبارك بهم، اللي الله عم يشرفنا أن نتعلم من قلوبهم ومن عقولهم ومن سلوكهم. أنا من يومين شرفني ربي بزيارة سيدنا الشيخ رمضان، هذا الولي العارف، كنت عم بحكي له شغلة فقال لي على غير العادة ما يتكلم عن نفسه، قال لي أنا ما أعرف أنني صليت التراويح في كل حياتي إلا 20 ركعة. أظن قال رقم 85 سنة، ما عاد أذكر، يعني أعذر نفسي، لكن 85 سنة ما فاته التراويح إلا 20 ركعة. أرأيتم يا إخواني الهمم، أرأيتم من يريدون جنة عرضها السماوات والأرض؟ والله يا شباب، والله أنا لما شوف هؤلاء العمالقة أنا أستصغر نفسي. طب وأنت بتتعب؟ يعني سيدنا الشيخ رمضان ما بيتعب وهو واقف 20 ركعة؟ وأنا كمان بتعب وأنت بتتعب، لكن ما أجمل هذا التعب لما تنتهي 20 ركعة وتستريح وتعرف أنك أوقفت قدميك في سبيل الله شان يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض. الجنة بدها همم، الجنة بدها رجال، الجنة بدها تشمير، الجنة بدها يقين. الجنة تحتاج إلى يقين وحب وإقبال على الله تبارك وتعالى في علاه. هذه نقطة أولى. أيها السادة، بقي معنا 9 أيام تستطيعون أن تحققوا فيها الكثير، تستطيع أن تختم ختمة ثانية وختمة ثالثة، وتستطيع أن تفعل. بلغني عن الشيخ خيرو ياسين عليه رحمات الله، وكان يصلي التراويح في الأموي، قال أنه لما ختم في ليلة 27، في ليلة 27 ختموا، أم قال لهم، قال لهم عندنا 3 أيام 3 ليالي، إيش رأيكم نختم بها ختمة في التراويح؟ أهل القلوب قالوا نعم. ف3 أيام ختموا ختمة كاملة، كل ليلة يقرأ في التراويح 10 أجزاء وكانوا يبدأون على صلاة العشاء وينتهون عند صلاة قبيل صلاة الفجر، يتسحرون ما ثم. إخواني كيف يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فأروا الله من أنفسكم خيرا حتى ربي يتجلى، يقول شو هدول عبادي، هؤلاء أهل الصدق يتجلى بما هو أهله. أي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بس ما حتكون واسعة مثل هذه، أنا شو عم أقول يعني شو هي النقطة الأولى، صار لها 3 ساعة مو 3 ساعة ولا قديش. طيب النقطة الثانية، النقطة الثانية، ربي سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كيف تصل إلى الجنة؟ كيف تصل إلى عتق النار؟ كيف تحقق رضا من المولى في هذا العشر ويقول لك عبدي قد رضيت عنك وأنت من أهل الجنة مع الأبرار؟ كيف؟ بما قاله ربي تبارك وتعالى، قال أعدت للمتقين، قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إيش يعني تقوى؟ تقوى 3 أجنحة. الجناح الأول الطاعة، أداء ما افترض الله تبارك وتعالى في علاه، وأنت
لا يمكن. هلا ليش ما جاب سيرتها؟ لأنه هي من البدهيات، من البدهي، من البدهي إنه ما نقول أنا يعني كل يوم باكل حتى أعيش، ما لأنه هذا كل يوم بدهي. ما بقول والله أنا اليوم نمت لأنه أنا كل يوم بنام. ما نتكلم في البدهيات، وإنما نتكلم بالقضايا. قال لذلك التقوى هي الطاعة، امتثال الأوامر، امتثال الطاعات، القيام بالطاعات. اثنين اجتناب النواهي. ثلاثة التقوى أخلاق. يا شباب التقوى أخلاق. في واحد بيصوم وبيصلي وكذاب، في واحد بيصوم وبيصلي ولئيم، في واحد بيصوم وبيصلي وشحيح، في واحد بيصوم وبيصلي لكن ما عنده أخلاق، نمام لعاب، في واحد بيصوم وبيصلي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى رمز للأخلاق. شو قال؟ يعني تبع البذل، أول ركن من أركان المؤمنين بعد أداء الفرائض أنهم يبذلون لله ورسوله كل ما يملكون، كل ما يملكون يبذلون المال. قال الذين ينفقون في السراء والضراء. طب الإنفاق في السراء علمناه، كيف الإنفاق في الضراء؟ قال أن تنفق على كل حال من أحوالك. واحد ما معه بجيبته 1000 ليرة، إجا فقير طالع 100 ليرة وناولوا إياها، ما عذر نفسه أنه أنا الآن فقير، لا لا، هو قال أنا أستطيع أن أجود بما أعطاني ربي. يوما من الأيام يطرق الباب يعني سائل بيت السيدة عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها، يطرق السائل، من سائل بالبال؟ تقول السيدة عائشة للخادمة أعطيه عنبة. قالت يا أم المؤمنين عنبة؟ أعطيه عنبة؟ قالت له نعم أعطيه عنبة. قال وما تساوي العنبة؟ قالت يا هذه، هل سمعت قوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ ذرة، فكم تساوي هذه من مثاقيل الذر؟ كم تساوي هذه العنبة من مثاقيل الذر؟ ستجدها يوم القيامة، ربما هذه العنبة أسعدت هذا الإنسان ما أكل عنب هذا العام، فأخذت العنبة وأعطتها للسائل. وسمعت كلاما يصف هذا الذي تقوله السيدة عائشة رضي الله عنها من الامتنان. أنت بتفكر القليل، ما القليل عند الله كثير، ورب قليل يفرح الضعيف والفقير والمسكين أكثر مما يفرحه عطاء الغني. لذلك نتعامل مع الله، الإنفاق في السراء والضراء. الإنفاق ليس فقط المال، الذي يجود بالمال إنسان كريم، اللي أكرم منه هو الذي يجود بحق نفسه، بحق نفسه. أعظم واحد في الجود من يجود بحقه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. في إله حق عند فلان، فلان طغى عليه، فلان بغى عليه، فلان حكى عليه، فلان آذاه، فلان أساء في حقه، فلان، ثم هو يجود لهذا الإنسان بالعفو ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى في علاه. هذا أعظم أجرا عند الله من إنفاق المال. إنفاق المال بتعطي الله بيعوض، لكن ماذا لو أنت تحب أن تنتقم من عدوك؟ لما ملكك الله أمره قلت له اذهب فقد غفرت لك، الله يسامحك، كيف حتفعل؟ والله سعادة لا توصف في الأرض، سعادة لا توصف في الأرض. لا يمكن أن تستشعر السعادة عندما تعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتحسن إلى من أساء إليك. إن أنت فعلت ذلك فأنت مؤمنا حقا. أن تعطي، أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. لأنه قال والكاظمين
الغيظ والكاظمين الغيظ. ونحن يعني انت ليش بتستطيع تقول انا بكظم غيظي اذا ما عندك ايمان امثال الجبال؟ اليوم نكشه صغيره بتخلي الواحد الصايم القائم نكشه صغيره بيطالع الاخضر واليابس والخمير والفطير وبيسب الله 10 مرات بالسوق وبالسياره. الكظم الغيظ بده ايمان، بده رجال، بده ايمان وبده رجال وبده كمان ايش؟ بده كرم. الكريم يكظم غيظه، الله يسامحك اذا مو كريم ما يفعل. قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مرة ذكرت لكم قصة، كنا في قضية صلح، صلح يعني على دم، واحد قاتل واحد، قاتل ابن واحد، وذاك يطالب بالدم، وأتت الناس، الناس كلها تأتي من أجل أن يعني هذا الرجل يعفو عن القاتل. قل لا أبدا، دم بدم. أتى إليه ناس وأتى كذا، لما أتينا إليه قال إذا جئت من فيك ضيوف، في ضيوف ومشايخ جاءوك، نحن عم نسمع صوته، قال إذا أجوا مشان القصة شربون قهوة وقلوا لهم مع السلامة. فالضعيف قلت له لا نحن ضيوف، تعال قابل ضيوفك. فجاء الرجل قال شوف عمي، جاني مسؤولين ووزراء وضباط وناس وكبار وصغار، وأنا ما قبلت، أنا ما برضى بدم ابني إلا دم. قلت له لكن جئنا بجاه أكبر بكثير من اللي إجوك. قال مين؟ قلت له جئنا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل كان واقف وعم يشد هيك، قعد بالأرض حط إيديه على راسه 10 دقائق ما كلمنا، هيك حاطت إيده على راسه قاعد هيك، بعدين فتح عيونه هيك قال على راسي يا رسول الله، على راسي، شهدوا علي يا جماعة إني عفيت عن الرجل. نحن الله أكبر هللنا، فرحنا، سعدنا، الله أكبر. قلت له تعال نشوف يعني نحكي بالدية وكذا. قال لي شوف يا أستاذ، اللي بيسامح في سبيل الله وكرمال النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقبض فلوس، أنا سامحته لله عز وجل. والعافين عن الناس، اليوم المسلمين ما عم يعفي على مشكل صغير بينه وبين أخوه، بينه وبين أخوه، وبينه وبين جاره، وبينه وبين عمه، وبينه وبين خاله، وبينه وبين شريكه، على شغلة بسيطة. وتتمزق الأمة، وين والعافين عن الناس؟ والله يحب المحسنين. مقام المحبوبية في الإحسان، والإحسان ما أتكلم عليه بكلمات هيك بسيطة، لأنه إن ما أعطيناه حقه، لأنه في إحسان في العبودية بيننا وبين الله، وفي إحسان فيما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إحسان فيما بيننا وبين الناس، وفي إحسان بالقول، وفي إحسان بالعمل، وفي إحسان بالعبودية، وفي إحسان بالعبادة، وفي إحسان، والإحسان ما كان في شيء إلا جعله عند الله مقبولا. أظن أنني أطلت عليكم، لكن بقي في الكلام كلمة واحدة. ليلة القدر اللي هي أعظم ليلة في الوجود، لأنها تؤمن للإنسان هذه الخمسة: 1 مغفرة الذنوب، 2 ستر العيوب، 3 عتق من النار، 4 تجلي العزيز الجبار، 5 أن يطيل ربي عمرك وينسأ لك في أثرك وأن يزيد في رزقك، كما قال ربي تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. العلماء يقولون هذه الليلة التي تقدر فيها الأعمار والأرزاق، اللي يشهد هذه الليلة قل يا ربي أطل أعمارنا، ربي يفعل، يا رب وسع علينا في أرزاقنا، يا ربي يفعل. إذا سألت الله التوسيع في الأرزاق سألوه شغلة ثانية، أن يوسع علينا في أخلاقنا،
يا رب وسع علينا في أرزاقنا، وسع علينا في إيش كمان؟ في أخلاقنا. إذا وسع عليك في الأخلاق أنت صاحب الأخلاق. إذن هذه الليلة العجيبة العظيمة، اوعى تفكر إنه هي فقط في ليلة 27. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم بها قال التمسوها في الليالي الوتر من العشر الأخير. ثم نأتي نقول نحن لا لا لا، هي في ليلة 27. النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الليالي الوتر. طب افترض أنها لم تكن في ليلة 27، شو بتصير أنت؟ تخسر عبادة 1000 شهر، محو ذنوب كل السنين الماضية، العطاء الأوفى والعتق من النار. أكبر خسارة في الدنيا هذه الخسارة. نحن ما عم نلعب يا نصيب، لازم تحقق هذه الليلة. كيف؟ بسهولة أن تقوم هذه الخيالي الخمسة. راحت أول ليلة، شو صفي؟ ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. تريد؟ تعال على التراويح ولا ترجع على البيت إلا بعد الفجر إذا بتستطيع. تعال على التراويح ولا ترجع على البيت إلا بعد الفجر. تستطيع روح على البيت وارجع الساعة واحدة حتى تتهجد مع المسلمين. بالبيت لحالك ضعيف، أنت بالبيت ضعيف، في شغلة من هون وبيطلع لك شغلة من هون، والمرأة بتهز بدنك من هون وبتعصب وبتعمل، وربما تعمل لك شيء قصة. تعال تعبد الله، بس إن إزراف الله يخلينا ياهون، الله يخلينا ياهون، يعني فهمتوا شلون يعني؟ طيب طيب، لا تضيعوا هذه الليلة. اللي بيضيع فيما روى ابن ماجة من حديث سيدنا أنس أو في حديث سيدنا أظن نعم، يقول لما سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول لما دخل شهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حضركم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر. يقول حبيبكم من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. لذلك 4 ليالي باقيين لا تضيعوهم، لا تفرطوهم. إن أحييتم الله هذه الليالي يتجلى ربي عليكم ما لم تخرقوها بخرق. إمتى بدنا نحكي على الخرق؟ في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. الله يسعدكم، يبارك فيكم، يجبر بخاطركم، يجعلنا وإياكم من أهل هذه الليلة المباركة، ليلة القدر العظيم، ليلة العتق من النار، ليلة مضاعفة الثواب، ليلة تنزل الملائكة والتجلي الأعظم من الله. يا رب إكراما لخاطر جودك وهؤلاء عبادك جلسوا في بيتك يلتمسون هدى من هديك وفضلا من فضلك وعطاء من عطائك، أسألك بعزة اسمك الأعظم أن تكتبنا جميعا من أهل ليلة القدر، وأن توفقنا للقيام بحقها على الوجه الذي يرضيك. يا رب لا تحرمنا ذلك بسوء ما عندنا، وأعطنا ما عندك بفضلك وجودك لا باستحقاقنا. بلغنا ليلة القدر، اجعلنا من أوفر عبادك حظا ونصيبا فيها. أنت رب العالمين وأكرم الأكرمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وعلى نية القبول الفاتحة.